تصدى رجال الشرطة بسيناء لهجوم إرهابي استهدف التمركزات الأمنية المعنية لتأمين المنشآت المهمة بشارع 23 يوليو دائرة قسم ثاني العريش. وأوضح بيان للداخلية أنه في تلك الأثناء تم التصدي لهجوم إرهابي استهدف فرع أحد البنوك الكائن بذات المنطقة مستخدمين العبوات الناسفة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة وأحد أفراد الأمن الإداري بالبنك ومواطنة تصادف وجودها داخل البنك وإصابة أيضا عدد من المواطنين بالمنطقة. وأضاف البيان أنه تم إبطال مفعول العبوات الناسفة بالمنطقة. هذا وتقوم القوات بعملية تمشيط واسعة للمنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.